وانا ما كلمتهاش النهارده. عمر انت زعلتها في حاجه؟ حتى لو انا مزعلها، من امتى فريده ما بتردش على التليفون؟ طيب يا عمر سيبني اجرب ارد عليك. اوكي الموضوع ده ملوش علاقه بفريده لوحدها. طيب باي باي بقى باي. سلام. فريدة عمر بيه. ازيك يا بسنت؟ ازيك يا عمر بيه. هي فريدة ما جاتش النهارده ولا ايه؟ لا النهارده ما جاتش، كلمتني في التليفون عشان اجي افتح بدري وقالت لي انها مش هتيجي كام يوم كده يعني. ما انا عارف، بس هي كان المفروض تيجي تاخد شويه حاجات من هنا يعني، ومش مشكله مش مشكله. متشكر. العافية يا عمر بيه، نورتنا. شكرا. مش عملنا اللي يرضينا ويرضي حقنا؟ مالك بقى مصدره متشنجه على الصبح ليا بيت؟ غصب عني يا عمتي، غصب عني يا عمتي. بتفرك بايه جواك يا بنت اخويا؟ فضفضيلي احكيلي. مش عارفه يا عمتي. تفتكري يعني يا عمتي ممكن يقفوا جنبي؟ ممكن يعني يجوا على بعضيهم كده عشان خاطر واحده زيي؟ عارفه اللي بتقولي ده ايه؟ ده اسمه الهبل. ما الدنيا كلها هبل، ولا يعني جت علينا يا عمتي؟ يا بنت سددت نفسي على الصبح في ايه يا رباب؟ فقر انا؟ ها من ناحيه فقر؟ ده انت فقر من واسع. طب قشري يا اختي قشري عشان الوريه مستعجله على حاجتها. يعني من الاخر كده مستوعب اهو ان فريده دي تبقى بنت الوحيده، مستوعب مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا يا ابني. لما هو اكيد يبقى اتفضل بقى عشان نعرف نتفاهم. اتفضل حضرتك. اتفضل. ليه ما تقعد قبليه كمان؟ طالما ان هو اكيد كنت عايزني اخدك بالحضن بعد اللي انت عملته ببنتي، امال تعمل ايه لما تبقوا في بيت واحد؟ تخليها تنزل طول الليل تدور عليك زي المجانين في الاكمنه والشوارع؟ مش كده يا حبيبي؟ انهي منطق يقدر يقنعني ان انتوا ممكن تكملوا مش تصطلحوا؟ يا انكل انا عمري ما تخيلت ابدا ان شغلي ممكن يعمل مشاكل لفريده بالنوع ده. احنا متربيين مع بعض تقريبا يعني، حضرتك عارفني وعارف طبعي من واحنا عيال صغيره. اسمع يا عمر، انا يا ابني راجل متحضر، يعني لما بنتي تشاور لي على واحد وتقول لي انا عاوزه ابقى مراته لازم اوافق طول ما هو ما فيهوش عيب يعيبه. وانا اعتقد انك انت ابن ناس ومتربي وسيرتك كويسه قوي قوي قوي، لكن مش كل حاجه بالسيره ومش كل حاجه بالتربيه وكل حاجه بالعيله. في اشياء في الواقع احيانا بتحصل بتخلينا احنا كمان نتوقف ونفكر بحاجه اسمها العقل. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ هي الأشياء دي حضرتك يعني ما ظهرتش إلا دلوقتي؟ لا، الأشياء دي بانت من الأول، من ساعة ما ارتبطنا، من ساعة ما مصيرك بقى زي مصيرها. اسمع لما أقول لك، مفيش أب في الدنيا يتمنى لبنته إنها كل يوم الصبح تصحى وهي مش طامة انها تنام بالليل ارمله ولا سكر. ماشي اوكي. طب ممكن بس اعرف هي فين دلوقتي؟ وانا لو قلت لك ولا ما قلتلكش من تمثيلك هتعرف. هي يا عمر في العين السخنه. شكرا بعد اذن حضرتك. عمر من فضلك سامحني. السلام عليكم. معايا نيلي؟ مع حضرتك. مهندس الاستشاري بتاع العين السخنة يجيني بكرة. اوكي. كمان اعرف اخبار شاليهات الساحل الشمالي. رحلة لندن بتاعت الماكينات الجديدة اجليها اجليها. اوكي. تديني تمام بكرة حياتك.
طيب انا عايز افكر حضرتك بكره بالميتنج مع مستر احمد الاليوبي ومستر شريف الاليوبي. ليش تكر دان؟ اوكي ثانك يو. سي غلبانه نيلي اوحك لو النبي ابوك هو اللي غلبان معاك. ربنا يديك الصحة يا حاج. هو انا مش هاخد نفسي معاك ابدا؟ ياد مصر كلها محملاني جمايل عشان كلام فاضي ملوش لازمة. خلاص دايت بيك ما لقيتش غير البت الكسر دي. يا حاج دي بت بيئة وواطية وعايزة تلبسني في الحيطة وخلاص. لو النبي انا ابوك وانا المحامي بتاعك. يا حاج انت مش مصدقني ولا ايه؟ انا ممكن اكون شقي زي ما حضرتك بتقول بس مش غبي قوي كده. اشتغلي ولا اشتغلي. خد بالك ان البدل والشياكه واللهجات واللغات كل ده كموفلاج. كموفلاج ابوك بيعمله ويلف بيه اتخن شنب في البلد دي على صباع رجله الصغير. خلاص بقى يا حاج اللي حصل حصل. وبعدين يعني هتطلع مين البت دي؟ بنت شمال وكل المنطقه بتاعتها معلمين عليها شاب شاب. جت عليا انا بقى وبقت الخضره الشريفه. يا عين ابوك جت لحد عندك انت وحارنت. بالك لو الموضوع ده ما عداش على خير ملفك هيتظفر وفي الداخليه هيعلموا عليك. لا والخدمات بقى ساعتها تمنها تقيل تقيل قوي. والاكاده لو البت طلعت صح مش هيعلموا عليك انت لوحدك. لا ده كل اللي حطوا مناخيرهم في الليله هيروحوا معاك. ازاي بقى يا حاج؟ انا بقول لك البت ناويه تكمل في الموضوع والواد رئيس المباحث معاه. ومن انت كمان تقفل معاه. لا مش كده وبس، وتعور له الواد اللي هو حابسه عشان لو كان عنده النيه حتى ان يحل الموضوع ودي لاجل العيش والملح والزماله لا توقف انت المراكب السايره. انت كنت عايز نعمل ايه يا حاج؟ استنى لحد ما الواد ده يركب عليا في القسم ويضحك عليا الناس كلها؟ لا ركب انت الكون كله على كتاف ابوك. خلاص بقى يا حاج اللي حصل. وبصراحه كده يعني انا سخنت ساعتها وما كانش ينفع اسكت. اسخن انت وتسوح انا. قول لي بقى ابو الافندي ده بيشتغل ايه في الداخليه؟ مساعد اول وزير الداخليه. يا صلاه النبي كمان يعني نبي ازرق. طب يا حاج ما فيهاش حاجه. وبعدين انت برضه قايل لي ان كل واحد وليه ديته. بس اعرف مين قدامك قبل ما تقتله مش بعد ما تقتله تدور على ديته عشان كمان ما تلاقيش فجأة دماغك دي جوه حبل المشنقة. هو اسمه ايه؟ عمر. ابوه. خلاص يا حاج اسمه فاروق سلطان. وده ليه مش كده؟ لو يا صلاة النبي يا صلاة النبي عربيتك وتسرق هناك والبت تعورك في نافوخك وابن الافندي بتاع وزارة الداخلية انت مقفلها معاه ونائب المأمور بتاعك مش طايقك ومطلوب مني احلها. بقول لك يا واد انت خلفة عر. تمام يا فندم، المأمور بعت حضرتك المسجون. اتفضل انت. تمام يا فندم. اتفضل يا حلو مستريح. خير يا باشا، أؤمر. بص يا حلم أنا هخش لك من الآخر. اتفضل سعادتك. أنت وأمريكاني كنتوا شركاء مع بعض في عملية الواحات الخارجية. والناس اللي فوقيكوا اشتروا سلامته ورموك انت كبش فدا. واللي انا عرفته من مديح انك حاولت توصل له كذا مره بدراعاتك اللي بره بس ما عرفتش. انا بقى عندي حاجه تانيه. ايه؟ امريكاني قتل المعاون بتاعي. وده ما كانش مجرد معاون، ده كان اخويا. يعني احنا الاتنين لينا طاره عنده بس فينا واحد بره. وعنده كل الصلاحيات اللي تخليه يفضل ورا الامريكان لحد ما يوقعه وبالقانون. والحد ده هو انت مش كده؟ بالظبط. وده هيفرق مع حالي هنا؟ ها؟ مش فاهم يعني.
في الحكم اللي اخدته يعني. لا انا ما اقدرش اكد لك حاجه، ممكن ده يحصل يعني لو الدايره وصيتنا ان نفتح ملف قضيتكم تاني، يعني لو ظهرت اي ادله جديده ده ممكن. انما اللي انا اكده لك ان طاري وطارك هيتاخد. انا عندي ماموريه وعندي كل الصلاحيات اللي تخليني اطلب التعزيزات اللي تضمن لي نجاح المهمه، يعني هوصل له ومحدش من اللي حواليه هيمنعني عنه، خصوصا ان انا فاتح الملف بشكل اوسع، يعني حولت امريكاني من هدف رئيسي لهدف فرعي. كل اللي حواليه مش هيهتموا بيه اكتر من نفسهم، اهتمامهم بيه مش هيقلقني ولا هيقلقك. كل اللي بتقوله ده كويس قوي عشان خاطر اضمن ان حقي في الاب ترجع لي. بس انا ليا طلب صغير عند حضرتك. جميله، يا ريت ما ترضاش. لو اقدر عليها هعملها لك واعمل لك اكتر منها كمان. يا ريت يا عمر بيه، لو فرصه كده او تلكيكه تقدر ترجع بيها ملف القضيه من جديد، يا ريت. نفسي اخرج من هنا، نفسي اشم هوا نضيف. بس انا عندي شرط. عارفه كويس وهقول لك على كل اللي انت عاوزه، بس عاوز اعرف انت وصلت معاه لغايه فين عشان ابدا معاك من اخر ما وصلت معاه. وانا ما وريش حاجه، قاعد معاك لحد ما تقول لي انا خلصت. هو احنا مش متفقين ان انا ماليش صالح في المواضيع بتاعتكو دي؟ تقومي جايه كده منك لنفسك وترميني في جحر التعبين ليه يا اختي؟ لا انت كنت لقيتيني في الشارع ولا ايه؟ يا بت انا الفار بدا يلعب في عبي من بنيكه امريكاني دي كلها، وحاسه كده ان هو بدا يلعب من تحت لتحت. ولو اللي في بالي طلع صح يبقى انا وانتي يا هبله اول اتنين هياخدوا الصابونه يا اختي بدري. ما هو مفيش ذكر في الدنيا يحب ان هو يفضل طول عمره تحت رحمة مارة، وخصوصا في الشغل والفلوس. وامريكاني يا حبيبتي ما يفرقش عن اي راجل، بالعكس ده ارخص حاجة في ذمته العشرة. طب اديكي عارفة هو بتقوليها بعظمة لساني، ارخص حاجة عنده العشرة. تقومي جاية كده وحطاني تحت درسه، ويا ريت درسه هو بس، ده درسه هو وسياده كمان. ليه كده ياما؟ عشان مالنا يا حبيبتي، ده انا ما صدقت ان هو طلب مني انك انت تروحي معاه. انت قلت له كده؟ فاشر، بالعكس ده اول ما قال لي انا قلبتها له مناحه. عشان اضمن ان ما حدش فيهم يرمي عليكي جتته غصبانيه، ما انا كان لازم اسبكها مدارس يا هبله. هو أنا يعني كنت حرمي بيتي اللي حلتي في النار من غير ما أمنها؟ بس من جوايا كنت بزغرط. أخيراً هيبقى لنا عين في قلب الطبخة وهي لسه بتتعمل. كفاينا بقى يا حبيبتي أكل على الجاهز من غير ما يبقى لنا حس نقول ونقف ونحاسب. ده احنا ولا يا بنت بطني وملناش إلا قرشنا. ولا انت يعني ما نفسكيش ان احنا نخلص من الهم ده كله ونهبق بقى ونعيش على وش الدنيا زي خلق الله، بدل ما احنا عاملين كده زي اللي اتكتب عليه ان هو يعيش في الميه وهو ملهوش فيها حتى النفس، بناخده بحساب.